رانا جينا وطلعنا شفنا قاعه العلاج جروح. هذا السكن الوظيفي الاول جماعه، هذا السكن تاع الثرملي والطبيب وكاع. المهم هنا راهي غير الجاج، ها الجاج هذا كامل راه يفوت هنا، هذا يعني يدير رونديفو. ايوا ندخلوا من الحي راهي مظلمة، ماهيش مسكونة هذه ولا حية. معليش. المهم يا جماعة نروحوا للشومبر الزوجة، هذه هي الشومبر الزوجة اللي راكم تشوفوا فيها. الدعوة جماعة استمحونا راهي مظلمة شوية هنا، هذا القش تعمل اللي راه هنا. والله ما على بالي انا تاع الطبيب ولا تاع السكان هذو دايرينهم هنا، ولا جو سي با ما فهمنا والو، هذه خزانة نورمالمون. ايوا نزيدوا جماعة، شوفوا هذا السكن الوظيفي تاع الطبيب، هادو كاملين راهم يقارعوا باش يفوتوا هنا وقت لنا. شوف السكن الوظيفي تاع الطبيب كيفاش راه داير. نروحوا للكوزينه، ها ايوا شادي ابن عمي درا غير تبن هنا، راه كاين البيضه الله يبارك ما شاء الله. المهم الجاج هنايا كمان مستغل هذا البلاصه هنا. الطبيب من المفروض هنا يدير الابره، من المفروض ثرملي 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 هو الممرض اللي متكلف هنا يدير الابره هنا في القاعه. اسمح لي ثرملي هنا يجي ما يجيش؟ الفرملي علاه ما يجيش؟ هو كاين فرملي مخصص لهنا البلاصه هذه، وراه ياخذ اجر على المنطقه هذه على المستوصف هذا، ولكن نظرا للظروف هذه اللي راه فيها المستوصف ما ينجمش يقدم خدمات في الحال.